الصراط. أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. اللهم اقض حاجاتنا وفرج كرباتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. هات يا عمي الغدا ينفع زي بعض. صفحة كام؟ ها؟ فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين سيدنا محمد النبي الأمي المصطفى والرسول الكريم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وزده تشريفا وتكريما وتعظيما يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في حاشية العلامة الشيخ الصاوي رضي الله تعالى عنه على شرح مولانا الإمام أحمد الدردير في الخريدة البهية. وصلنا عند قول الإمام الدردير أفضل أي أتم الصلاة، لأن الشيء لا يكون أفضل من غيره إلا إذا كان أتم، وهناك شيء تام وشيء أتم يعني أكمل، وأفضل يعني أتم. فالصلاة التامة أو الأتم هي الأفضل، ولذلك اختلفوا. هناك صيغ كثيرة في الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن الأفضل الصيغة المأثورة أو صيغة التشهد، هذه صيغة نتعبد بها، لكن لا نستطيع أن نقول إنها إيه أفضل من غيرها، فقد يكون هناك أفضل. ولذلك كتب كثير من أهل العلم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله لهم أبواب المعرفة، فكتبوا صيغ مختلفة عجيبة وعظيمة تدل على علو مكانتهم وعلى أنهم بلغوا درجة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها سواهم. حتى كان في صلاة عجيبة لأحد الشيوخ المغاربة، اللهم صل على أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان، بحر نورك المنزه. وهذه صيغة تعتبر صفحة كاملة. وكذلك الإمام السخاوي له إيه القول البديع، والعلامة الشيخ النبهاني، وكثير من أهل العلم فتح عليهم بصيغ قدسية علوية فيها معنى التعظيم والمحبة لسيدنا رسول الله. وسئل الكمال بن الهمام عن صيغة جامعة، فقال جمع فيها يعني وفقه الله تعالى إلى أن يجمع بين وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالنبوة وبالرسالة، فقال اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم تسليما وأنزله المنزل المقرب عندك وزده تشريفا وتكريما وتعظيما.
وفي أولها اللهم صل أفضل صلواتك، فوض فيها الأمر إلى الله تعالى. فباب الفضل مفتوح ولا يحجر عليه أحد، وكل يفتح الله عليه بما شاء. وارجعوا إلى كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار، ففيها فوائد عظيمة وكثيرة ينتفع بها المصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وينتفع بها ولده وولد ولده من بعده إلى يوم القيامة، وتكثر بها الأرزاق، وتنجلي أمامها أو بها تكاثف الظلمات، وينور الله تعالى بها الفهم، ويزيدك بها من العلم، ويقضي لك بها الحاجات، ويرفعك بها أعلى الدرجات. فإن الله تعالى رتب على الصلاة والسلام على نبيه من الفضل والأجر والعطاء ما لم يرتبه على قراءة القرآن. يعني مثلا من قرأ من كتاب الله حرفا كان له بالحرف عشر حسنات، ألف لام ميم، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن ماذا جاء في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أن من صلى عليه، والحديث صحيح، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. هل رتب هذا على قراءة القرآن؟ ومن صلى عشرا صلى عليه بها مئة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك اختار الشيخ الدردير أفضل ما يكون دون أن يحدد، فإنه لا يعلم ما هو الأفضل عند الله، فكل إنسان يجتهد. فقد تكون هذه الصيغة في حقي أفضل من صيغة أخرى فتكون في حقك أنت أفضل، وهكذا يتفاوت الناس. وأفضل أي أتم الصلاة، وهي لغة الدعاء بخير، هذا معنى الصلاة في اللغة، الدعاء بخير. فإذا أضيفت إليه تعالى كان معناها زيادة الإنعام المقرون بالتعظيم والتبجيل. هذا هو معنى الصلاة لغة، ومعناها عند إضافتها إلى المولى تبارك وتعالى. والتسليم يعني أي التحية، السلام يعني التحية، والتسليم أي على النبي المعهود عند الإطلاق، وهو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والنبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع أي أحكام، سواء أمر بتبليغها أي إيصالها للمكلفين أم لا، فإن أمر بذلك فرسول أيضا. فالنبي أعم من الرسول، وأصله نبي بالهمز، كما يدل عليه رواية قراءته بالهمز في التشهد السلام عليك أيها النبي، فقلبت الهمز ياء من النبأ، وهو الخبر بمعنى المفعول، كما يدل عليه التعريف المتقدم أي إن الله تعالى قد أخبره بأحكام. ويحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أي إنه مخبر عن الله تعالى، ويحتمل أن أصله نبي من النبوة أي الرفعة، قلبت الواو ياء لما مر وأدغمت فيها الياء بمعنى مرفوع الرتبة أي مرتفعها، فهو بمعنى المفعول أو الفاعل أيضا. فسنكمل.
وهنا شرح لنا الإمام الدردير وحندخل في الحاشية معنى إيه الصلاة في اللغة اللي هي إيه؟ الدعاء بخير. الدعاء بخير ليس مطلق ليه الدعاء كما يظن البعض، وإنما الدعاء بخير يعني الدعاء بشر لا يسمى إيه؟ صلاة. والتسليم أي التحية صلى الله عليه وإيه وسلم. التسليم معنى إيه؟ التحية كما نفعل في التشهد السلام عليك أيها، لكن في الآية الكريمة بدأ مولانا تبارك وتعالى بالأمر بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وقبلها وصف أو ذكر عن نفسه وملائكته أنهم يصلون، يا أيها إن الله وملائكته يصلون، ولكن لم يقل ويسلمون، صح؟ وإنما قال يصلون فقط، ولكنه عندما أمر عباده أو أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لم يقل صلوا، وإنما أضاف إليها الإيه؟ السلام، صلوا عليه وإيه؟ وسلموا. يبقى إذن لماذا لم يضف إلى نفسه سبحانه وتعالى السلام كما أمر به عباده؟ لأن السلام في اللغة له كم معنى؟ ثلاثة. تحياتهم يوم يلقونه، السلام بمعنى التحية، والسلام بمعنى السلامة أو النجاة، فسلام لك. والذي يفرق بينهما في الاستعمال التعدية، يعني إن تعدى بعلى يكون بمعنى التحية سلام عليكم، أما إن كان بمعنى النجاة أو السلامة تعدى باللام فسلام لك. واضح؟ هناك معنى ثالث مأخوذ من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى السلام هنا؟ يعني الانقياد والخضوع والطاعة التامة. واضح؟ وضحت ولا لسه؟ يبقى في هذه الحالة لما كان هناك معنى لا يليق اللي هو المعنى الثالث اللي هو الخضوع والانقياد والاستسلام، لم يضف السلام إلى الله تعالى ولا إلى ملائكته، وإنما أمرنا نحن به لأن هناك معنى لا يليق. واضح كده؟ هذا هو سبب عدم إضافة السلام إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى ملائكته. في سؤال آخر، ربنا أمرنا بالصلاة أولا ولا بالسلام؟ طيب لماذا نعكس في التشهد نسلم أولا السلام عليك أيها النبي ثم تكون الصلاة، عكس الآية ليه؟ لأن هذا هو الأنسب بمقام التحية، يعني هنا المقام تحية، فالتحية يبدأ بها إيه؟ أولا. ولذلك من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. لو واحد دخل كده وقال لكم بتدرسوا إيه ما تردش عليه، الأول يقول إيه السلام إيه عليكم، بس إيه ليس في أثناء الدرس، لأنه التسليم أو إلقاء السلام على الناس في المساجد أو على المصلين أو على طلبة العلم أو على الفتيات في الشوارع أو على إنسان بيأكل أو على إنسان في الذكر أو يقرأ القرآن، كل ذا مكروه. سلامك مكروه على من ستسمع مصل وتال ذكرا، ومن في العلم دعهم ليسمعوا، ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا.
عشان يقول لك تعال ايه كل معي. كذا الفتيات الأجنبيات النعم. خلاص، فالسلام لي أداب في رسالة مطبوعة في دار السلام في أحكام السلام، رسالة مجلد كامل بتاع ابن حجر تقريبا، ولا والله ناسي اسم المؤلف، إنما هي رسالة جميلة تضمنت أحكام السلام، ورسالة مهمة يعني أحكام السلام دي وآداب السلام، ده رسالة لا يستهان بها. يلا أدخل على الحاشية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال المحشى رحمه الله ونفعنا بعلوم وعلوم في الدارين آمين. قوله وأفضل الصلاة إلى آخره، يعني وأفضل الصلاة يعني أتم الصلاة إلى آخرها، الكلام اللي قرأناه. ويأخذ الكلام من الشرح ويحشي يعني يضيف ويضع معه الدرر واللآلئ والنفائس العلمية، هذا معنى الحاشية. الحاشية يعني يضع فيها ويضيف ويكمل ويتمم، هذه هي الحواشي. ومن لم يعرف الحواشي ما حواشي. يلا. لما حمد الله تعالى شكرا للنعمة صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يعني الأول هو حمد الله أولا، ده بيصلى على النبي ليه؟ إيه دخل النبي هنا؟ لماذا الشرك؟ مش لازم يكون العمل كله لله وحده؟ ما أنت بتحمد ربنا على إيه؟ تشكره على النعمة، هذه النعمة وصلت إليك بواسطته صلى الله عليه وسلم. ومن لم يشكر الناس، وأعظم الناس وأفضل الناس هو رسول الله، هو من غير الرسول كنت أصلا جاءتك نعمة ولا جاءك فضل ولا جاءك خير؟ لولاه لكنت من أهل النار، لكان مثلا أهل الحجاز والخليج كانوا يعبدون الأصنام، وأهل الشام ومصر كانوا يعلقون الصلبان نصارى، والباقي طبعا يعني همج رعاء. فهو صلى الله عليه وسلم هو اللي غير الخريطة، غير الكرة الأرضية، وأشرقت الأرض بنور ربها ببعثته وبمولده صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك صلى على حبيبه، يعني بعد حمد الله صلى على حبيب الله ومصطفى، لأنه الواسطة. وكلمة واسطة مش ممنوعة، وده أمر واقع. من الذي توسط بيننا وبين المولى تبارك وتعالى؟ من الذي بلغنا الرسالة؟ على يد من كانت الهداية؟ على يد من كانت النعمة؟ على يد من كان الخير؟ على يد من كانت الشريعة؟ كان الجهاد؟ كان الدين كله على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وفي مقدمتهم أعظمهم وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو واسطة. فالواسطة إما أن تكون محمودة يعني، وإما أن تكون واسطة مذمومة، كما ذم الله تعالى هؤلاء الذين قالوا كما حكى الله عنه وعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إبقى هذا هو المعنى المذموم، هذا هو المعنى الذي يؤدي إلى الشرك. إنما أنت بتشكر الله تعالى لأنه هو الأصل وهو خالق النعم، وتشكر العباد لأنهم سبب. فهل هناك شيء يتعارض مع التوحيد أو مع التنزيه أو مع الدين؟ لا. إذن فهو الواسطة لنا في جميع النعم، حتى قال القائل والله ما أرسل الرحمن أو يرسل من نعمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو في ملكه
إلا وضعها المصطفى عبده نبيه مختاره واسطة فيها، واسطة فيها وأصل لها، يفهم هذا كل من يعقل. يبقى الأول حمد الله، وبعدين صلى على حبيبه ومصطفاه لأنه الواسطة لنا. والقرآن علمنا، الدين علمنا كده، الدين نفسه أولا وإحنا بنصلي أول حاجة نشكر الله ونثني على الله ونحمده بجميع المحامد في جلسة التشهد، التحيات لله نحيي ربنا والصلوات والضحى. بعدين مباشرة في الواسطة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما سلمنا عليه قدمناه في السلام على أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا بعد مين؟ وعلى عباد الله الصالحين. صيغة قدسية علوية نورانية مباركة جمعت تحيي رب العزة، وبعدين مباشرة السيد والجناب الأعظم الذي لولاه ما أخرجت الدنيا من العدم، لأنه الواسطة لنا في جميع النعم أداء لبعض ما يجب له صلى الله عليه وسلم. وانت العارف لما بتصلي عليه وتكثر من الثناء على المصطفى وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتستغرق في محبته وتستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله، انت عملت أديت بعض ما يجب له. وعاوز تعرف يعني ما يجب له، اقرأ كتاب الشفاء، ربنا يشفيك من الأمراض الظاهرة والباطنة بتاع سيدنا القاضي عياض. شوف ما يجب له، يعني ما هو من حقه المتوجب الأكيد على أمته. فوالله لو صلينا عليه صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسنا ما كنا موفين لحقه. فاحنا بنعمل، احنا عاجزون، شوف كده، عن ان نقدم له الشكر او التحيه او الثناء الواجب. بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يكافئه. يبقى هذا اداء لبعض ما يجب، لشيء مما يجب، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام. يعني احنا لماذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد؟ هذا عملا بقوله كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ أو يبدأ به وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركة، بركة العلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجالسة الصالحين وفي التلقي والأخذ عنهم. ومن لم تكن له صحبة بالأكابر لا ينتفع بعلمه مهما كان، طالما ما فيش لي صحبة مع الصالحين فتسري أنوارهم إلى هذا الإنسان فينتفع به وإن كان قليل البضاعة أو قليل العلم زينا كذا يعني ما على كده. فهدي البركة. وفي ناس بسم الله ماشي لكن لا ينتفع لأنه ما لهمش صحبة، ما لهمش اتصال به بالأولياء والصالحين. دي البركة العظيمة اللي تنفعك في الدنيا والآخرة، اللي هي الاتصال وصحبة مين؟ الصالحين وأهل العلم. يلا يا مولانا. والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. بس أنا عاوز حد فيكم يعرف لنا الحديث ده، كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به يعني بالذكر وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركة. عاوزين نعرف فين الحديث ده، ها؟ شوفونا إذا حد معه حاجة كده من الأدوات اللي بيلعبوا فيها دي. عارفه؟ مش عارف، ها؟ ده شوفونا فين. يبدو الله أعلم هو حديثين في بعض يعني،
لأنه هنا مش فن حديث، هنا المشايخ يجيبوا رواية يقول لك هم المسؤولين عنها، احنا من نشأنا، بس انتوا ايه اجمعوها لنا فين. يلا ها. والجملة خبر، والجملة فين الجملة؟ وأفضل الصلاة، أي أخذ اللي أفضل الصلاة والتسليم على النبي. والجملة خبرية لفظة، يعني لفظة كذا ليس إنشاء وإنما هو إيه خبر، إنشائية معنى. يعني أنت بيقول والصلاة والسلام مش كذا، والصلاة وأفضل الصلاة والتسليم على، هات المتن كده، على النبي المصطفى الكريم، تمام كده، وآله ماشي، وصحبه الأطهار ماشي. فالجملة دي خبرية، يعني أنا بأخبر، هي خبرية لفظة كده، ولكن هي المراد بها في معنى الإنشاء، يعني أنك تصلي، يعني تقول كلام، تنشئ معنى الصلاة بها. إذن فهي خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى، زي إيه ومن دخله كان آمنا، هذا في اللفظ خبر، ولكن معناه من دخل المسجد أو أمنوا من في المسجد الحرام. وكذلك في قول تعالى والوالدات يرضع، دي خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني أيتها الوالدات أرضعنا، أهو معنى كلمة إيه خبرية لفظا إنشائية معنى. فالمقصود بها إنشاء الدعاء، يعني المقصود كده أنك أنت بتنشئ بها الدعاء. إحنا قلنا الصلاة في اللغة معناها الدعاء بخير، تنشئ بها الدعاء بأن الله يعظم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ويشرفه ويحييه بتحية لائقة، عشان السلام، كما يحيي بعضنا بعضا. يبقى هو اللفظ أو الصيغة خبر، ولكن المعنى أنا إيه أدعو الله أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويشرفه ويحييه بتحية لائقة. السؤال ده، هل ده حاصل ولا مش حاصل؟ وهو ربنا عظمه فعلا من غير انت ما تعمل حاجة. وهي تاني وحياه، ان ربنا قال له السلام عليك ايها النبي ورحمته وشرفه تشريفا عظيما. يبقى ايه معنى تدعو الله بهذا وهو حاصل؟ ها قول. نعم سامع، قول ايه؟ ها؟ الزيادة، لأنه الكمالات، يعني أنا أدعو الله أن يزيده من هذا الذي هو فيه، أو أنه يستمر على هذا، تمام كده؟ واضح كده؟ هذا هو المقصود، إنما الأصل موجود وحاصل. زي ما واحد في مرتبة عظيمة تقول ربنا علي مراتبك، وهو إيه؟ عالي. واضح؟ يلا. ولا يجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنى، لأن ولا يجوز أن تكون، ها اللي هي جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خبرية لفظا، استنى اصبر، ولا يجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنى، يعني هي خبرية لفظا إنشائية معنى مش كده؟ هل يجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنى؟ قال لك لا. ليه؟ لأنه المخبر لو كانت معناها خبر، طب هل المخبر بأن الله صلى على نبيه هل هو مصلي؟ لما أقول لك أنا فلان يسلم عليك، هل أنا سلمت؟ لا، ده أنا بقول لك فلان يسلم. أروح أقول لك أنا يا أخي أنا مش هسلمك، أنا مش هسلم عليك أيضا، أنا بقول لك فلان يسلم عليك مش أنا. فإذا المخبر بأن الله صلى، هل يكون قد صلى بالإخبار؟ لا، ده لو خلناها إيه خبرية لفظا وإيه ومعنى. إنما أنا في المعنى صحيح، هي في اللفظ خبر، لكن أنا أقولها دعاء وإنشاء. زي بالضبط إخواننا البعد دول، لما يجي واحد مثلا
يقول على واحد ميت يقول ايه رحمه الله، هو ما فاهمينش البلاغه ولا فاهمينش اللغه، يروح يقول لك يا اخي بيقول رحمه الله. طب يا ما يمكن يكون من اهل النار، ليه تقول رحمه الله؟ هم ذلك تلقاهم هناك في البلاد بتاعتهم يقول لك ايه توفي الفلان، حتى لما المفتي بتاع حمات يقول لك ايه الله يرحمه الله مش رحمه، عشان ما تلقاش ايه خبريه لفظا هم مش فاهمين، لانه هو اللفظ هنا ايه خبريه في اللفظ لكن انشائيه في المعنى. فانا لما بقول رحمه الله يعني اطلب له الرحمه ولا اخبر ان الله رحمه، لان هذا غيب، فهذه خبريه ايه لفظا انشائيه. لو فهموا كده يتحل الاشكال. فيقول لك اوعى تقول رحمه الله، ما تقول ايه؟ يقول لك يرحمه الله. ايه ده؟ نعم أهو نرد عليهم بغفر الله له. لماذا لا أقول يغفر الله له؟ غفر الله ده مش إيه خبرية لفظا، وأنا لما أنت تخطئ فيه وأقول له غفر الله لك يعني اللهم اغفر له، ده إيه خبرية لفظا. ولا أخبرك بأن الله غفر إلا حبقنا نبي، منين أنا عرفت أن الله غفر؟ فلما أقول مثلا الشيخ محمد السوداني رضي الله عنه، هذا ليس إخبار إلا في حق الصحابة اللي هم ربنا أخبر أنه راض عنهم، إنما في حق غيرهم دعاء، يعني اللهم ارضى عنه. إذن فجائز في حق أي واحد سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة، أما في الصحابة نقولها على جهة الإيه؟ الإخبار رضي الله عنهم ورضوا عنه، بالنسبة لغيرهم إنشاء. واضح؟ يلا. لأن المخبر بأن الله صلى عليه أي أنعم عليه لم يكن مصليا. يعني هم طبعا اختلفوا في بعض الكتب، يقول لك والله الإخبار بالصلاة صلاة، لأنه كونه يخبر بها هذا يحمل في طياته أنه يصلي، ولولا ذلك ما أخبر. ولذلك لما تيجي شوف كده الناس اللي بتفهم، كان في الصعيد عندنا الناس عندها وعي عندها بصيره، ما كانش تلوث السلفيه والوهابيه في عقولهم، ولذلك تقول له فلان يسلم عليه يقول لك ايه عليه وعليك، مع انك ما سلمتش، الله يسلم ويسلم اللي جاب سلامه. طب انا جبت بس تسلم عليه ليه؟ ما انت ما انت مش بتخبر بس، انت بتتضمن ايه معنى الايه الثناء بها. شوف الناس اللي فاهمه بالفطره، ودول لا فاهمين فطره ولا غير فطره. يلا. اي داعيا؟ نعم. انا ممكن يعني بس لا ليس على القطع، يعني ان شاء الله ربنا حيرضى عن جميع المؤمنين، صح كده؟ فأنا بقولها من باب تغليب الرجاء، ماشي. كل ما أي طالما عندك وجه ماشي، اللي يوقف الأشياء ده اللي ما عندوش فهم، طالما لقيت وجه تحمل عليه ماشي، بس يكون يعني مقبولة مش بعيدة فيش تكلف يعني. هو بقول أنا على إحسان الظن ماشي حلو، إحسان الظن ده مطلوب ولا سوء الظن المطلوب؟ خلاص ما دامت كده يبقى قولها وانت مطمئن. اي داعيا بان الله تعالى يعظمه الا على قول من يقول ان المراد من الصلاة. يبقى اذا لا يجوز ان تكون خبرية لفظا ومعنى، لان المخبر بان الله صلى عليه اي انعم عليه لم يكن مصليا اي داعيا بنفس الاخبار. واضح كده؟ أي داعيا بأن الله يعظمه إلا على قول من يقول إن المراد من الصلاة التعظيم. يعني إذن المسألة السؤال هنا، هل المخبر بأن الله صلى على النبي هو نفسه مصلي؟ لو قلنا كده يبقى ينفع إيه تكون خبرية لفظا ومعنى، أما إذا كان لا يبقى هي خبرية لفظا إنشائية معنى. واضح؟ يلا. أو أنها موضوعة للقدر المشترك. فين احنا دلوقتي؟
إلا على قول من يقول، يعني تجوز على قول، ولكن المشهور أنها إيه؟ لا تجوز أن تكون خبرية لفظا وإيه؟ ومعنى، بل نقول إنها خبرية لفظا إنشاء إيه؟ معنى. وبعدين بيقول هنا إيه؟ إلا على قول من يقول إن المراد من الصلاة تعظيم أو أنها موضوعة. إيه معنى موضوعة؟ يعني الصلاة للقدر المشترك، وهو الاعتناء بالمصلى عليه، فتكون فيجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنى، لأن من أخبر بأن الله صلى عليه فقد عظمه، يعني نفس إخبارك بأن الله عظمه هذا تعظيم، لأنك لو لم ترد ذلك ما أخبرت. الله يفتح عليك، تمام كده. واعتنى به بأن الله صلى عليه فقد عظمه واعتنى به، كون أنا بأخبر يبدأ هذا اعتناء مني، وهو خلاف التحقيق، يعني التحقيق هو الأول، أما الثاني ده هو إحسان الظن بتاعت، يعني التحقيق إنه المخبر بالصلاة ليس مصليا، إلا إذا قلنا إن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى كده ماشي، إنما لو قلنا خبرية لفظا ومعنى بناء على أن المخبر بالصلاة مصلي، هذا خلاف ليه؟ خلاف التحقيق. فأحسن حاجة أن نقول إيه؟ إنها خبرية لفظا إنشائية معنى، ونضيع نفسه بدل ما نتكلف ليه اللفة الثانية. نعم فين قدر المشترك بيقول ايه مستر؟ بيقول القدر المشترك. ما احنا لسه فيه موضوع للقدر المشترك. القدر المشترك اللي هو الاعتناء بالمصلى عليه، وهذا الاعتناء يوجد في الانشاء ويوجد في الخبر. لما تخبر وتهتم باخباره بما قاله الله او ذكر، فهذا عناية ولا مش عناية؟ ولما تدعو له هذا عناية، إذن هي مشترك بين هذين المعنيين. القدر المشترك هو الاعتناء، فطالما ده اعتناء وده اعتناء فتكون خبرية لفظا ومعنى، لأن الإخبار إيه؟ عناية، والدعاء له اعتناء، ففي هذه الحالة يكون المخبر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصليا، لأنه قد اعتنى أي اهتم بشأنه، وهذا قدر مشترك بين الإخبار وبين إيه؟ الدعاء. فهمت؟ اسمك إيه؟ سلام. إسلامة؟ سلام. يلا أي حاجة عشان أخلص. قول ارجع يلا. صلى الله عليه وسلم. لا كافر، لا قبولها على كل حال ده في جهتان، هذا هو التحقيق. عاوز التحقيق ولا عاوز التفصيل؟ ها خلصني. طب أنا لا أحب لا هذا ولا هذا، مش حاجة أصلا. هو بيقول إيه السؤال تاني يا شيخ؟ بيقول الصلاة مقبولة قطعا، تمام كده. هنا في إشكال، وهو أنه لو كانت الصلاة على النبي مقبولة قطعا يعني حتما، هذا معناه إيه؟ قطع للمصلي عليه بحسن الخاتمة، وهذا لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لو قلنا إنها مقبولة قطعا قطعنا للمصلي عليه بأنه يموت على الإيمان، صح؟ فالتحقيق في هذا إيه؟ أن فيها جهتين،
جهة ينتفع بها المصلي كما ينتفع بغيرها من الأقوال والأعمال الصالحة، وهذه ليست مقطوع بها إلا إذا كان في إخلاص في نية إلى في شروط يعني. أما الجهة الأخرى وهي انتفاع النبي بها فهذا هو القطعي، حتى لو كانت من منافق أو من مرائي، ففيها جانب انتفاع النبي وانتفاع المصلي نفسه. المقطوع به يعني وصول هذا إلى النبي مقطوع به، أما رجوع الثواب إلى الشخص هذا كغيره من الأعمال فيحبطه الرياء. لو أنه واحد فعلها رياء يحبط ثوابها. إذن فالقطع في جهته صلى الله عليه وسلم وليس في جهة المصلي. والصلاة هي لغة الدعاء بالخير. والصلاة فين أنت في الشرح؟ والصلاة هي لغة الدعاء بخير. الدعاء بخير أي بأي لفظ كان، يعني بأي لفظ كان، يعني لو أنت دعيت بالصلاح بالتقوى بالاستقامة كله ده يعتبر صلاة. بأي لفظ، مش بلفظ الصلاة، بأي لفظ. يعني يقول صلى عليه يعني دعا له بخير بأي لفظ كان وليس بلفظ الصلاة بخصوصها. تمام. يلا. قوله فإذا أضيفت إلى الله تعالى أي نسبت له، وقوله المقرونة بالتعظيم إلى آخره أي بالنسبة لصلاة الله على الأنبياء. وأما صلاة الله على غيرهم معناها أصل الرحمة والإنعام. وأما إن أضيفت لغير الله تعالى يعني هو هنا خد بالك يقولك فإذا أضيفت إلى الله تعالى اللي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة نفسها لفظ الصلاة كان معناها زيادة الإنعام. خد بالك هنا المقرون بالتعظيم والتبجيل، وإحنا عندنا إيه معنيين، زيادة الإنعام مع إيه التعظيم والتبجيل. لمين؟ لمن يصلي الله عليه. إذا أضيفت إلى الله إن ربنا سبحانه وتعالى بينعم على عباده ثم إيه يجعلهم في منزلة أو مرتبة يجلهم فيها، يعظمهم ويبجلهم. ولهذا بيقول فإذا أضيفت إلى الله يعني نسبت له يعني صلى الله المقرونة بالتعظيم، قال بالنسبة لصلاة الله على الأنبياء لأن الله تعالى يثني عليهم ويذكر مكانتهم العالية. أما صلاته على غيرهم فمعناها أصل الرحمة والإنعام. يبقى متى تكون مقرونة بالتعظيم؟ إذا إيه كانت على الأنبياء والرسل طبعا في مقدمتهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، أما على غيرهم يبقى الرحمة والنعمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم، يعني هنا إيه يزيدكم من نعمه ومن فضله. ولكن هنا ما فيش الايه المقرونة بالتعظيم لأن هذا خاص بمين؟ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أي